في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تعرض عدد من النجوم للعديد من الأزمات الصحية المفاجئة والتي تسببت بقلق الجمهور عليهم، فيما خضع البعض منهم لعمليات جراحية مستعجلة. محمد منير يخضع لعملية جراحية. الفنان المصري محمد منير خضع لجراحة دقيقة وناجحة في العظام في المركز الطبي العالمي في القاهرة قبل يومين، وذلك بعدما كان مقررا أن يسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة هناك، إلا أن إغلاق المطارات نظرا لجائحة كورونا حال دون ذلك. ويخضع الفنان محمد منير الآن لجلسات علاج طبيعي في منزله حيث يتجاوب مع العلاج، فيما أعلن بأنه سيحيي حفل غنائي يبث مباشرة من منزله يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري كهدية لجمهوره بمناسبة عيد الفطر. ملك أورا تجري عملية جراحية. الفنانة المصرية الشابة ملك أورا أصيبت قبل يومين بوعكة صحية مفاجئة بعدما شعرت بآلام في بطنها، ليتم نقلها للمستشفى حيث تبين إصابتها بحصوة في الكلى، وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لها. وكشفت والدتها الفنانة عبير منير أن ابنتها تعرضت لألم شديد في المعدة قبل أيام، وتم استدعاء الطبيب في المنزل وباشر في علاجها لفترة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية وجود حصوة في الكلى وعاودها الألم بشدة، فأمر الطبيب بنقلها إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة في المعدة، وتم تأهيلها لغرفة العمليات وأجرت عملية بالمنظار. محمد محمود عبد العزيز يصاب بنزلة معوية. الفنان محمد محمود عبد العزيز دخل قبل يومين إلى المستشفى بعد إصابته بنزلة معوية حادة، ونشر صورة له أثناء تلقيه العلاج مرفقة بتدوينة كشف فيها عن تفاصيل أزمته، كما طمأن الجمهور عليه أيضا، وكتب في تدوينته على انستجرام وقال فيها: الحمد لله على كل حال، آسف على اختفاء الكام يوم اللي فاتوا، والسبب نزلة معوية حادة، ربنا ما يوري حد اللي أنا شفته الكام يوم اللي فاتوا، دعواتكم، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا. عبد العزيز المفرج في العناية المركزة. الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج المعروف بشادي الخليج يمكث حاليا في العناية المركزة منذ أيام، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لجلطة في المخ ووقوعه على الأرض مما تسبب في نزيف في الدماغ، وأكد نجله استقرار الحالة الصحية لوالده مناشدا كل جمهوره ومحبيه بالدعاء. ياسر جلال يصاب بأزمة صحية على الهواء. أصيب الفنان ياسر جلال قبل أيام قليلة بهبوط في الدورة الدموية أثناء تحدثه على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث شعر بدوار مفاجئ، وكان يتحدث عن كواليس مسلسل الفتوة والنجاح الذي وصل إليه، لكنه شعر بدوار مفاجئ وعدم القدرة على التنفس، وقال: أنا دايخ شوية والله ومش قادر أخد نفسي وجايلي نوع من الهبوط، وكان ذلك من أثر الصيام مع ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد الذي تعرض له نظرا للتصوير المستمر على مدار شهور متتالية. وقد طمأن رامز جلال الجمهور عن صحة شقيقه الفنان ياسر جلال وأكد أنه بخير، ونشر فيديو ظهر فيه وهو يمارس الرياضة من الجيم. كل سنة وانتم طيبين. أنا بشكر كل الناس اللي اتصلت بي عشان تطمن على صحتي، وطمن كل الناس وقول الحمد لله أنا ما عنديش حاجة. انا كنت بعمل مداخلة على سكايب، وكنت بعد الفطار على طول، ولسه واكل بطني مليانه، وكسفت اقول ان انا بطني مليانه الصراحه، وكملت المداخله والحمد لله، وقعدت اهزر في الاخر. انا حبيت اقول كده بس عشان انا بخاف من الناس تفتكر ان انا بستدر عطف حد، ده مش ستايلي مش اسلوبي، والحمد لله انا ما عنديش اي حاجه. شكرا لكم على حسن المتابعة. ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.